السلام عليكم، صباح الفل من نيويورك، اخباركم ايه؟ كله تمام. معلش بس السنو ابتدى ينزل يعني النهارده، في تلج وهيستمر لاخر اليوم. انا عايز بس اقول لاخواتي المدربين والمدربات حاجه، اشتغل على نفسك. المدرب اللي عايز يبقى كويس اشتغل على نفسك، ما تفتكرش بقى ان دي نصيحه ده واحد سافر وعامل فيها ان هو وبره وعامل فيه ان هو خبير، لا، لان انا حصل لي الكلام دوت. قعدت فترة كبيرة بتشتغل وبتمرن وكل حاجة، بس مفيش حاجة زيادة. لازم كل يوم يبقى غير اليوم اللي قبله، يعني امبارح انت غير النهاردة والنهاردة غير بكرة. تشتغل على نفسك، طور نفسك باي طريقة، ممكن نتكلم بعد كده او نفكر مع بعض ازاي، بس لازم تطور نفسك. ما تخليش علاقتك مثلا، وخلي بالك ده مش خلي بالكم ده مش موضوع الاسكواش بس او مدربين الاسكواش، رياضات كلها ومجالات تانية كتير، بس ما تخليش علاقتك مثلا لو انت مدرب اسكواش في الشغل هي خروجك بره الملعب كده. تمام كده اليوم خلص، الدنيا تمام، اروح بقى اقعد في اي حتة ولا اخلص ولا خلاص. لا، ما تخليش دي. لو عملت كده شكرا، انت كده ايه، خرجت تفضل قاعد، وكل ما هتكبر في السن كل ما كده مش تقدر تقعد اكتر في الملعب، فخلاص هتعتبر انت زيك زي سوري يعني البول ماشين، مكنة الكور. شكرا.